طب يا جدعان بصوا، احنا كلنا تقريبا كده يعني، في بيقول لك اكتملت الصيانة. انا مش عارف صيانتي اصلا، بيقول لك ايه يعني، يقول لك صيانتنا مكتملة وانماط لاعب ضد لاعب متوفرة مرة اخرى. ايه مش فاهم، يرجى قبول لاعب التصنيف العالمي استخدام لاعب لترقية تصنيف. انا حرفيا مش عارف يعني، هي اللعبة باظت في ايه؟ طب عشان يدينا البتاع ده بس قشطة يعني، تمام. فتعالوا كده نعلي الاضاءة عشان نلعب لكام ماتش حلوين كده، ولا فيهم الدنيا 600 جوهرة. ماشي يا فيفا، ماشي يا فيفا. مثلا يعني انا مش عايز اجيب اللاعب اللي انا بجيبه، عشان لو جبته في الفيديو ده فانا بلاقي في ناس بتستفزني تخش تطلبه بارقام كبيره، وانا لسه عايز اطور التشكيله ولسه عايز اولع الحكه. بس احنا النهارده مش هنطور التشكيله، النهارده هنخش نلعب على طول. الحمد لله ان احنا جالنا واحده مسكران وانا مش عارف ليه. طب تعال نخش نشوف، يمكن يكونوا كانوا مبوظين الهيد تو هيد فعلا الفتره اللي فاتت وابتدت تظبط. بص يا جدعان، انا بقيت 174 في التصنيف من بعد ما لعبت بالتشكيله دي. التشكيله بتاعتي جامده، بينا بنخش ضد ناس جامده يعني. احنا داخلين ضد عبده، مشكله انا تعبان فشخ وعايز انام، واكل بيتزايه كبيره فبجد قافله على بطني كده وحاجه يعني، ايه تعب خالص. فانا بصور الفيديو ده وانا تعبان، فاعمل لايك لو انت مش عامل، واشترك في القناه مش مشترك. فرناندو توريس وفان باستن والعويران، الواد ده اكيد جامد فشخ، اكيد الواد ده جامد فشخ تقريبا. انا شفت التشكيله دي قبل كده حد بيلعب بيها، فمش طالبه. عبده عبده بالراحه، مع عبده النبي، عشان انت كده هتعمل فرناندو توريس حوارات وقصص، فربنا يستر. ماشي يلا اقفل يلا. مشكلة عبده ده يعني، انا هزعل الفيديو ده على فكرة يعني، انا الفيديو ده بضحي بنفسي عشانكم. التصنيف بتاعي هيتفشخ، الباقة بتاعت النت بتاعتي لسه ما اتجددتش، يا رب اعرف اجددها. لو نزلت الفيديو ده اعرفوا ان انا جددتها يعني، لو نزلنا الفيديو يا اسطى. بلاش بضن يا فرناندو توريس، مش يا عم فرناندو توريس مش طالبه طيارات، هي العمليه يا عم. ده الدفاع مره واحده كده اتفتح وانت دخلت في النص ما بينه ليه يا اخويا؟ بس فاهم ليه يا اخويا؟ ايه يخرب بيت فرناندو توريس اللي مع الناس كلها دي يا جدعان؟ انا بعد المباراه دي اشوف نظام. طب استنوا كده، حكم حكم معلش، ده المفروض هدف يا حكم. طب اديله طرد، اقسم بالله دي هدف يعني، حرام وحياة ربنا المفروض دي هدف. ايه يا جدعان القرف ده؟ والله العظيم مبابي كان هيعدي، المفروض دي انفرادة بهدف يعني، والواد وقعني. يلا يا عم العب العب في سايت. لا مش اوف سايد، حلو. ايه الخرا ده صلاح، الخرا ده. ماشي. احنا عامة احنا عارفين ان احنا هنخسر، فبلاش صياح بلاش صياح. بس انا تعبان والله العظيم تعبان، وبصور وانا تعبان، فملحقتش اصور قبل ما انزل، واكل اكلها طرش والدنيا بتاعتي تعبانة قوي. فانتوا هتلاقوا لعبنا الفيديو ده خرا موت. عاش يا ديابلان، بحبك. يلا يلا عالرايك عالرايك، يلا بسم الله. ايوه كده، يا ولاد اللذينة يا ولاد اللذينة. اقسم بالله كانت المفروض بتاعت امبابي تعدي يعني، انا متضايق ان امبابي ما جابش هدف. خلصان الشوط الاولاني انتهى كده. ايه ده، ايه التشكيله اللي انا بلعب بيها دي اصلا؟ يا نهار اسود، وانا اقول التشكيله دي يا جدعان ما بعرفش العب بيها والله، التشكيله دي ما بعرفش العب بيها خالص يعني. احنا لا كنا بنلعب بالتشكيله 4 2 4 اساسا، وانا اقول ازاي مبابي هنا، وانا اقول ازاي مبابي هنا. بس انا متعود على مبابي اساسا بلعب بيه ال ام و اس تي في التشكيله التانية يا يلا. طب ايه يا اسطى مالك، يا اسطى مالك تخش ليه كده؟ والله العظيم عاش يا جدعان. ارجع بس، ارجع. هات الكورة يا عم، هات الكورة يا عم عبدو، هات الكورة يا عم عبدو. انا بلعب بتشكيلة مش تشكيلتي اصلا. الكورة يا عم عبدو، هات الكورة يا اسطى. احنا خسرنا واللي حصل حصل يا جدعان والله، وحاجة بضان قوي والله العظيم. انت شوف التشكيلة عاملة ازاي، انا كنت بلعب هيد تو هيد تنافسي ولا ايه؟ عشان كنت كده بلعب بالاوفر العالي.
يا حبيبي خش. عاش صلاح. طب والله فيها، نفتح المروحة كده ونحاول نركز. نعملها جوم، نعملها جوم، ويا رب الصوت ما يكونش مغطي على صوتي في الفيديو. معلش مش طالع في سكام النهارده، تعبان قوي. بس عاش صلاح، عاش صلاح، جامد جامد، يلا جامد، يلا نعملها جوم كده ونشوف، يمكن نعوض، يمكن لا، يمكن الواد يضيع وقت. عادي يعني، عادي يعني، بس احنا لو كنا ركزنا كان. يلا يا صلاح، احبك يا صلاح، اسطورة والله الواد ابو الصلح ده، اسطورة. انا فاتح المروحة، الموبايل بتاعي يهنج دلوقتي يا جدعان بسبب ان الاضاءة قلت. بص الموبايل بتاعي، ايه ده انت عايز تفوز؟ لا استنى، انت داخل على الجون عنده. طب استنى لما اخلي لك اللعبة تشتغل 10 فريم. ما بلحقش اعمل حاجة، الحق يلا. عاش، يلا امبابي، امبابي اوعى تكون عليك، امبابي عليك يا امبابي يا ابن المرا. ايوه مش عليك، يلا يلا، حرام حرام، خلاص يا صاحبي، خلاص يا صاحبي. 2-1 كويس والله. بلعب بتشكيلة بضون، ما بحب، بقيت بكرهها، بلعب وانا تعبان، بلعب ودي عندي ضايعة، بلعب والموبايل بتاع خربان، فانا يعني كل الظروف ضدي. خسرنا كام كاس بقى يعني؟ انا هخسر دلوقتي اللي خسرتهم تقريبا، هنزل من بطل فيفا خلاص. الكام فيديو الجايين يعني، الكام ماتش اللي جايين اللي احنا هنلعبهم هننزل من كام. بص القرف يعني، بص القرف. طب طب ايه، طب يعني لازم ارستر النت عشان خاطر يتعامل. ماشي، مش لسه مدينا واحدة مسكران عشان قلت ان هي باظت وان هي بقت شغالة. كويس ان احنا خسرنا 8000 بس يعني، ده كويس اوي والله. نغير التشكيلة بقى المعفن اللي احنا بنلعب بيها دي، نلعب بالتشكيلة بتاعتنا التانية اللي هي دي، اللي فيها ريبري وفيها شوية تشكيلة عيال طرش. يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا كده نخش نرزع الحكة. والله العظيم تعبان اوي يا جدعان، والله تعبان. حتى انا مش عارف اذا كنت اقدر اصور فيديو تاني ولا لا، بس ان شاء الله اقدر، ان شاء الله اقدر، او حتى في نص اليوم كده اصور ممكن. بس الفكرة كلها مش قادر، والجو في نص اليوم بيبقى صعب. ده هو دلوقتي صعب اساسا، الناس كلها قاعدة تقولي متلعبش الساعة 6. بص انا بلعب الساعة 6:30، الناس كلها قالت لي كده متلعبش الساعة 6. يا لهوي، دخل ضد واحد 1,071,000، يا لهوي، وانا تعبان. هيفشخني، هيفشخني يا جدعان، وهينزلني دلوقتي وهياخد 15,000 ولا 20,000 على دماغه. يا رب يا رب يا رب، يا لهوي، بيلعب ب4-2-4 وهيبقى اسطوري وتشكيلته اسطورية، وراموس ده هيقرفنا وهنشوف حاجات صعبة. يلا عم، يا لهوي، البنج 114، اح يا جدعان، ده اللعبة بص زي ما تكون مظبطة لي سكريبت على ابوه، فاهم؟ اللي هو واد ضعيف وانا وشخصي وتشكيلته ضعيف. بص يا جدعان، اقسم بالله تشكيلتي بص ما بتمشيش والله العظيم. بص وبج بنج 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 ثابت على 100 يعني، حاجة قرف قرف. والواد لعيبته ضعيف، بص بص شايف، بص هتلاقي لعيبته نينجا بقى في الملعب، هياخدوا الكرة هيطير، ولعيبته هتخرب الدنيا. كل ده عشان اللعبة تخليه يثق في نفسه يعني، اللعبة هتخلي الواد ده يثق في نفسه. حتى باين على الواد ان هو ملط، هتدي له حالا ركنيات وضربات جزاء ليلة ليلة قوي سيادتك، ليلة قوي سيادتك. فاحنا نحاول نطلع من الماتش ده بتعادل، انا هحاول اطلع من الفيديو ده كله بتعادل على قد ما اقدر، عشان ايه ما نخسرش تاني، عشان الواحد تعب في التصنيف ده والله. هو انا مش فارق للتصنيف بس تعبت فيه. الله ماشي يا صاحبي، ايه طيب القرف ده؟ بص شايفين يا جدعان، شايفين التشكيله كلها ورا ازاي؟ حد واخد لباله بجد؟ ليه كده؟ ليه القرف ده؟ ليه تشكيلته كلها كانت ورا يعني؟ مش. الله، بصوا ماتيوس يا جدعان، بص يا جدعان، اح يا جدعان، ايه ده، ايه ده، انت كويس انها وصلت لاياكي والله، كنت حاسس الحارس عايز يديها للواد يجيبها هدف. يا عم احنا هنطلع تعادل، يا عم حاول نطلع تعادل معاه والله.
والله نحاول نطلع تعادل يا جدعان، اقسم بالله احا يا جدعان، دي باصة دي يا جدعان، اتقوا الله يا جدعان، هدف لعبة لعبة خرا، لعبة فيفا دي لعبة خرا يا جدعان، نفس اليابا، بس اللعيبة بتاعته صاروخ يا جدعان، لعيبته ما بتمشيش حتى، اعمل هيل طويل وخلص، الله الموبايل لايق يا جدعان، موبايل لايق، كان ممكن اجيب هدف بس لو الموبايل ما كانش لايق، بس الموبايل لايق، موبايل لايق، يا اخي تفوق عليكي لعبة زبالة والله، عليك. طب نتعادل، طيب يعني بص ماشيها تعادل، عشان انا والله مقلق والله، الواد يشرمني هدف خلاص بالشفا كده، مش عارف اجيبه تاني والله بجد، عمال ينزل ناس، تعالى يا عم، تعالى يا عم، خلط، تعالى يا عم خلط يا جدعان، والله الواد ملط، الواد ملط، بس اللعبة هتساعده بجد بصراحة، اللعبة هتخليه ياخد ثقة في نفسه على حسي، الواد ثقته في نفسه ضعيفة وخسران 100 مباراة، مشكلته ضايعة أصلا، لا بقى يلا تخش ضد ده، خد ثقة في نفسك، واحد رانكو عالي يعليك يخليك تستمر في اللعبة، ليه؟ عشان اللعبة بتلعب نفسيا، عاش عاش يا دبلان، يلا زهر، يلا زهر، يلا زهر، طب حكم، ايوه حكم، ضربة جزاء ده فشخني يا راجل، ده جيرمالدو جه يطمن عليا اللي عنده، نعملها الناحية دي يا رب تنرمى ما يصدها، أحا الحمد لله دخلت، تاكروا يصدها، لا مؤاخذة يا رجالة، لا مؤاخذة يا رجالة، ولا أبو هات يا ماتيوس سكرين، ماشي اطلعي لفوق بقى الرخامة دي، عاش يا ماتيوس، الحمد لله يعني، الحمد لله يا ماتيوس دخلها كده، أنا افتكرت الحارس اتحرك ناحيتها أساسا، يستر يستر يا رب من اللاك، حلوة يا ريبري، يلا بينا يا ابو الصلح، طير طير يا صلاح، يا صلاح والله العظيم انا كنت عامل اللين تشينج في الوقت المناسب، بس هو عملها بعديها بفترة يعني عشان البنك، انتوا فاهمين، طب يخرب بيتك يا بيبي، طب اجري يا ريبري، صعب صعب، طب الاطر كده ازاي، طيب حلوة حلوة، ممكن نمسك الكرة نهدى، معلش يعني عشان خاطر بس ما بلعش، معلش يعني والله يا كابتن، معلش معلش يا اخويا والله يعني فاهم، اللعبة صعبة والدنيا صائدة، انا افتكر رونالدو ديونج وانا مش نايم ودنيتي بايظة، مش لده يا صاحبي، مش لده يا باشا، الهيل تويل ما بتتعملش كده خالص، انا اول مره اشوف هيل تويل غريبه كده يا اخي، ده انت مقرف، طب الحمد لله والله ان الحكم صفر والله منه يعني، الحمد لله ربنا يكرم الحكم ده، عشان فاهم احنا لو كنا خسرنا كنا بلعنا بلعه محترمه يعني فظيعه فظيعه بجد، يا جدعان، طيب ماشي، خدنا 5000، رجعنا تاني لل71 بشكل عام يعني، انا حاسس ان انا محتاج اقفل الفيديو ده على كده، عارف ان انا مطولتش، عارف ان انا ملعبتش كتير، بس والله العظيم تعبان اوي النهارده، كويس ان انا صورت والله بصراحه يعني، كويس ان انا صورت، اعمل لكم الفيديو التاني بقى واحنا بنطور التشكيله كلها، لان انا اشتريت كميه لعيبه كتير، فهطور التشكيله كلها اصلا واظبط الحكايه الفيديو الجاي، ونشوف الدنيا ان شاء الله، ارتاح شويه بس كده واصور تاني، سلاموز يا جدعان.